ده الشكل بتاعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أسامة يوسف وفيديو جديد من قناة سوبر أسامة. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يا جماعة بإذن الله هنتكلم عن منتج جديد. يلا مع بعض نروح نبتدي الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبتدي الفيديو عايزين نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة يا جماعة بإذن الله هنجرب فيديو دومتي الساندوتش. دومتي الساندوتش يا جماعة هو 9 أصناف، تمام. أنا جايب النهاردة من الثلاثة في السوق وكده، ما نزلت لقيت 6 أصناف، في 3 أصناف تانيين هعملهم لكم في حلقة تانية. مع ايه؟ في مفاجأة، دومتي هينزلها الأيام الجاية. الأيام الجاية دي دومتي هينزل مفاجأة وهقول لكم عليها مع الـ3 أصناف اللي ناقصين. هنشوف دلوقتي 6 أصناف دومتي اللي احنا ايه هنعمل. أول حاجة اللي احنا هنبتدي بيهم الفيديو دومتي جبنة مشرشطة، وده الشكل بتاعها. وفي دومتي جبنة كريمي، وده الشكل بتاعها. وفي دومتي فيتا بلس بالزيتون، وده الشكل بتاعها. وفي فيتا بلس سادة، وده الشكل بتاعها. وفي جبنة كريمي الجبنة الرومي، وده الشكل بتاعها. واخر حاجة ومنقوع حاجات في الدومتي، دومتي شوكولاتة بالبندق، وده الشكل بتاعه. زي ما انتم شايفين يا جماعة، صنف 2 3 4 5 6، تمام. في 3 أصناف كمان اللي هو جبنة مشطشطة وحلاوة وفراولة. الثلاثة دول بيطلعوا في فيديو تاني، ومعاهم مفاجأة الدومتي اللي هتنزل الأيام الجاية إن شاء الله. يلا يا جماعة ندوق ونقيم القطعة. سندوتش ونبتدي بقى طعم طعم ونشوف الدنيا فيها ايه. أول حاجة هنبتدي بالبيتا بلس السادة، ده الشكل بتاعها يا جماعة. دمت يا جماعة سعره 4 جنيه. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين يا جماعة العيش عامل ازاي بتاع دمتي؟ هي حلوة جدا. بصوا يا جماعة، عشان انا اعرف المنتج ده حشو كويس ولا لا، افتح القطعة من النص. كمية الحشو فحل، شايفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا العيش تحفة، طعمها حلو اوي، ده حلو جدا جدا في الفطار مع كوباية شاي، تبقى حاجة عظمة. دوبت ده يا جماعة الجبنة العادية، ده سندوتش الجبنة بالظبط، طعمه حلو اوي. ده يا جماعة هديها تقييم 8 من 10. ندخل بعد كده على فيتا بلس بالزيتون، ده الشكل بتاعها.
فين برضه 4 جنيه، كل منتجات الدوم تبقى 4 جنيه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة الأكل بتاعه فظيع، شوف الحشو باين ازاي، حشو فيها كتير. طبعا الدوم تي مرة واضح كده حلوة. دي تاخد برضه 8 من 10. طول بعد كده الجبنة الكريمة، ده الشكل بتاعها. بسم الله الرحمن الرحيم. حلوة تعمل ايه؟ طيب جبنة نشفة طعمها حلوة يا جماعة. ده 9 من 10. بعد كده هنحط له المكسر، ده الشكل بتاعه. بسم الله الرحمن الرحيم. جبنة بيتا صفراء مشرشرة صرنا دومتي بيدا فقنا من قدام حشو يمشي في السندوتش كله بطول. زي ما انتم شايفين لقمه من اولها لاخرها حشو. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. حلوه قوي بس حراقه، طعمها جامد قوي. بس انا مش من نوعات الحاجات الحراقه قوي، وعامله شبه مش حراقه. تاخد 8 من 10. بعد كده ندخل على جبنه كريمي والجبنه الرومي، وده الشكل بتاعها. بسم الله الرحمن الرحيم. كده يا جماعة شكل القطع عامل ازاي؟ حاجة مغرية أوي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة فظيعة. جبنا رومز بريد سايحة. دي من أكتر الحاجات اللي أنا بحبها فيهم. دي تاخد 10 من 10. حاجة خيال الحق مع الشاي والحاجات دي. شاي نسكافيه ميكس نسكافيه تبقى حاجة فظيعة أوي بالذات في الفطار. ندخل على آخر حاجة ودي اللي كل الناس بتفوت عليها،
وكانت عاملة أزمة جامدة جدا الشهور اللي فاتت لأن كانت قليلة. سندوتش الشوكولاتة ده الشكل بتاعه ده يا جماعة، كان الشهور اللي فاتت الناس تسمينه سندوتش المخدرات من قلته. شوكولاتة بالبندق كانت قطعة عاملة ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مليان شوكولاتة حاجة حلوة أوي. ده برضه ياخد 10 من 10، حاجة فظيعة. كده يا جماعة جربنا 6 أصناف، وما تنسوش خلال أيام هقول لكم على المفاجأة اللي دوبت عاملاها في فيديو ومعاها الـ3 أصناف انتم الناقصين اللي هو حلاوة وفراولة وجبنة مشطشطة. انتهى الفيديو النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة. سلام.